مساء الخير، وش اخبارك؟ مساكم مرتاحين. صراحه اكثر سؤال يجيني صلحت قهوه عبد العزيز انه انا عندي القهوه ما ضبطت معي. انا عندي الحموضه عاليه، المراره عاليه، مو كل يوم نفس الطعم، انه نفس الاشياء كلهن ما تغيرن. فهذول انا كنت شارحه سابقا يعني او قبل، لكنه تذكرون سالفه من احد الملف التعريفي فراح كل شيء معه، فبرجع الحين اشرحه، لكن بشرحه بشكل مبسط ولا اخذ من وقتكم. ففي اشياء اساسيه لازم تحافظ عليها. الاشياء الاساسيه، اول شيء انه عندك وصفه، لازم عندك وصفه، بدون الوصفه ما راح تطلع بنتائج صح. هذا واحد. فانت تثبت الوصفه، بعدين تنتقل للمرحله اللي بعد الوصفه اللي هي درجه الطحنه، بعدين درجه الطحنه اللي هو درجه حراره المويه. فهذولي الاشياء الثلاثه الاساسيه. بعده انت الشيء الأساسي الوصفة، خلي الوصفة على جنب. اللي بعده هي اللي تحكمك. فأنت عندك وقت بالوصفة، فالحين عندك متغيرات اثنين، فدرجة الطحنة، درجة حرارة الموية، هذول هن ثبتن بعد الوصفة الطعم لك. فضروري إنك تعرف التعامل مع الوصفة عشان تقدر تتعامل مع الأشياء الثانية. طبعا الموضوع سهل مرة، بس إنه بالبداية بيصير ما في تركيز، بتلخبط عادي. فمع الوقت خلاص اصلا يصير الاشياء هذه ما يحتاج اصلا انك تناظر ولا انك تفكر بها، دايركت اصلا انك متعودين عليها. وكل نوع قهوه اصلا يختلف، يعني ما مو شيء اساسي. لكن الوصفه هذه طبعا انا شارحه ومبسطه اكبر ما يقال. او المهم وين اجلس تهرج، مبسطة مرة مرة مرة، بحيث انه تصير واضح لك. فتصير بحيث انه واضح لك، اقدر احط لك هي طبعا الوصفة 45 ثانية 60 ميلي جرام، هذه الوصفة كل الصبات. فانا اقدر احط لك هنا 45 45 45 45 45 وهنا 60 60 60، لكن انت بتصير صعب عليك لا شفتها بالميزان، فالميزان بيمشي معك تصاعدي. فلازم اني انا اضبط لك الوصفة بحيث انها تمشي مع الميزان وتمشي مع، يعني انها تمشي معك تصاعديا. فانا قلت بداية الترطيب 60، عند 45 تصل 120، يعني تصب 60 لمين يصير 120. ففهمت الفكرة؟ وبعده زي كذا 60 يصير 180، ولا صبيت 60 يصير 240، ولا صبيت 60 يصير كم؟ 300. نهاية الوقت 3 دقائق، وقت الترشيح كامل 3 دقائق ونص او 3 دقائق و30 ثانية. طبعا الثلاثين ثانية هذه أنت تقدر تتحكم بها، لكن ما تنزل إنه أكثر من يعني تصير دقيقتين ونص، لأنه بيصير عندك الحمضية عالية. ولا تتأخر أكثر من 3 دقائق و30 ثانية، لأنه بيصير عندك المرارة عالية. طبعا الوصفة على 20 جرام، فأشوف إنه واضحة صراحة. فالحين بصالحها معكم وتصير من البداية للنهاية وسهلة ترى. يعني طبعا أول شيء نضيف 20 جرام، طبعا أنا عندي بالأنكر أطحن على 18، هنا على 3، هنا على 65، هنا على 26 تقريبا 27 طقة، هنا على 75، لا 70. حلو، فهذه اللي عند الطواحين اللي نستخدمهن. فهذه قلت لكم على 18 تقريبا، 18 17 19، بس انا دائما 18 على حسب صبي، يعني طريقه صبي. فهنا 3، هنا 75، هنا 26 و27. فنقول بسم الله. طبعا هذه تقريبا سكر أقل من الخشن، يعني تقريبا هو الخشن. المهم الحين رطبنا،
أنا أستخدم غالبا 88 89، فأنت وش اسمه اختيارك يعني. الحين عند 0 بصب 60. بسم الله. طبعا معدل الصب علشان تاضح معك، كل صب بين الصبة الثانية يعني كذا كمية الموية اللي تصبها المفروض انه بين، طبعا انا تأخرت شوي، المهم فيصير بين 10 ثواني ل15 ثانية. معدل الصبة صبة الموية 15 ثانية، تزود شوي تنقص شوي عادي. فعند 45 بكمل إلى 120. صايرين ينقطع في السير عقب كورونا، صايرين لو بديتنا أتعب مع الشارع مع السواليف أتعب تكلمني انكتم. المهم عند 1:30 هذه نكمل 180. حلو حلو. طبعا لا تاخذون مني، لا تاخذون مني يعني، لا تشوفون تقولون انت اخطيت ما اخطيت، طبعا انا اشرح يعني. فماسك الجوال بيد واصور بيد، الجوال بيد، أصب بيد والجوال بيد. المهم كمل إلى 180. حلو حلو. ثم عند دقيقتين وربع كمل إلى 240. عاد انت هنا انت تقرر، اذا خلصت قبل الوقت فمعناته لازم تنعم، اذا خلصت متعادية الوقت اللي هو 3:30 فلازم انك تخشن. انا قد 2:15 واضح ان السوري راحت. المهم نحط 240، طبعا الحين صبينا 240. عند 3 دقائق نكمله إلى 300. طبعا اللي أخذ من الوقت هذا اللي هو يوم إني أول صب لي، هذا اللي أخر. المهم هذه الوصفة طبعا جربتها على جميع القهاوي، أي قهوة تجين أجرب عليها هذه الوصفة أطلع بنتائج مرضية. حلو. وتمشي مع جميع القهوة سواء مغسولة مجففة عسلية اللي هي الهوائية، جربتها معهن كله تعطين طعم للقهوة.